فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: اقترض مني صديقي مرتين، ثم في المرة الثالثة أرجع لي المبلغ وأضاف عليه 50 ريالا، فهل يجوز لي أن أقبلها؟ إذا كان تبرعا منه ولم تشرطه عليه لا بأس، هذه كررتها علينا وهي واضحة، النفع والزيادة غير المشترطة في العقد القرض، وإنما هي تبرع من المقترض وحسن قضاء لا بأس بها. نعم.